بوجود أحدهم ليشاركك هذه المشاعر. لا داعي للقلق بعد الآن، فقد طورت شركة يابانية سيارة يمكنها أن تبادلك شعورك أيا كان. السيارة التي تعتمد على الذكاء الصناعي تقوم بتشغيل موسيقى تتلائم مع شعورك العام. محرك السيارة مدعوم بنظام يعتمد على الذكاء الصناعي بحيث يلعب على عواطف السائق، فإذا كان يشعر بالسعادة يقوم بتشغيل موسيقى مفرحة، أما إذا كان يشعر ببعض الحزن فيقوم النظام بتشغيل موسيقى تناسب المزاج العام للسائق. كشف النقاب عن هذه السيارة الجديدة خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES الذي تحتضنه مدينة لاس فيغاس الأمريكية، والذي تعرض فيه شركات التكنولوجيا المختلفة أحدث ما توصلت إليه من إبداعات. وتطل السيارة بتصميم على شكل مكعب لتناسب التنقل في المدن المزدحمة، فضلا عن اعتمادها على تقنيات القيادة الآلية الكاملة، وتظهر مساحات كبيرة من الزجاج على مقدمة ومؤخرة وسقف السيارة.